شو عم تعمل يا سيد فيفان؟ كيف بتترك أمايا بهيك مشفى؟ هي مسخرة، ما في عندكم أي عناية بالمرضى. جيبها لهون، أنا رح أطلع على حالتها، رح تكون تحت إشرافي أنا شخصياً ومنأمن التقنيات الطبية. شو اللي عملته؟ شو جنيت يا فيفان؟ معناك عرفان خطورة وضع أمايا الصحي؟ ماشي، بعرف هذا حقك بصفتك أخوها، بس بنفس الوقت أنا إلي حق، منشان هيك رح طالعها من هون. إيه بتاخديها بطريقة واحدة، اطلبيها من المحكمة، لأنه أمايا ما رح تتحرك من هون. لوين بدها تاخد أمايا؟ رح تاخدها تعالجها بلندن. ليش مصرة لتاخد أمايا على مشفى بلندن؟ لا، ما في داعي تاخديها على أي مكان، المستشفى كتير منيحة وأنا بهتم فيها، ما بتركها أبداً. وهي فيفان معنا، نحن منعتبر أمايا مثل بنتنا، رح نكون جنبها ونهتم فيها. وأنا بعتبرها واحدة من حفيداتي، هاي بتكون بنتي أنا وبس. ولمعلوماتكم أنا ماني ناطرة موافقة حدا منكم لآخدها، ولا عم أطلب اقتراحاتكم. رح أنقل أمايا على لندن وهذا قرار نهائي. لا، لا تنقليها لو سمحتي. اسمعيني، فيكي تسألي الأطباء وتشوفي رأيهم، هنن بيعرفوا أكتر. في أطباء مناح وأذكياء عنا، وعندهم أجهزة حديثة وبيقدروا يعالجوا الأتاكليهم. هنن أذكياء مثلك؟ أنت هيك قصدك حبيبتي؟ اسمعي منيح يا ميرا، أنا أغلب الأحيان ما بفهم عليكي شو بتقصدي بكلامك، ولهيك ما رح تقدري تقنعيني بالأطباء اللي موجودين بهذا البلد، وبفضل إنك تسكتي حالياً. فهمتي علي؟ قررت أنقل أمايا من هون. أمايا رح تضل بالمشفى، أنا قررت. انتهينا. فيفان، إذا بصر لشي لأمايا من عنادك ويباسة راسك، بوعدك إنك رح تدفع الثمن غالي وقتها. فيفان كابور، لو سمحت تعال بسرعة.